نبدأ النشرة بقراءة لهذا المرسوم، يقضي بإنشاء لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل. يصدر المرسوم الآتي: الفصل الأول، الإنشاء والمهام. المادة الأولى، تم إنشاء لجنة مكلفة بتنظيم الحوار الوطني الشامل. المادة الثانية، تختص لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل بتحضير وتنظيم الحوار الوطني الشامل، وعلى هذا الأساس تكلف بالمهام التالية: الاتصال بجميع القوى الحية للأمة داخل وخارج البلاد وجمع آرائها وتطلعاتها، التحضير بصورة توافقية لكافة الوثائق التي ستعرض على المشاركين في الحوار الوطني الشامل من أجل مناقشتها وتقييمها، تحديد شكل الحوار الوطني الشامل، وضع أجندة والقائمة التوافقية للمشاركين في جلسات الحوار، صياغة واعتماد وتطبيق الأطر المرجعية لتنظيم هذا اللقاء، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان المشاركة الفاعلة لجميع الشخصيات المدعوة، مناقشة أي مسألة تتعلق بالحوار الوطني الشامل، تنظيم جلسات الحوار الشامل بشكل ملائم من حيث توفير المعدات والأمن. المادة الثانية، تشكيل اللجنة. المادة الرابعة، تعمل اللجنة التنظيمية تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، يترأسها الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار. يتكون المكتب من أعضاء، يتألف المكتب من نائب أول للرئيس، نائب ثاني للرئيس، نائب ثالث للرئيس، نائب رابع للرئيس، مقرر عام، نائب أول للمقرر العام، نائب ثاني للمقرر العام، نائب ثالث للمقرر العام، ويوزع الأعضاء كما يلي: 5 أعضاء من الحكومة، 3 أعضاء من المكتب رئيس الجمهورية، 3 أعضاء من مكتب الوزراء، مكتب رئيس الوزراء عفوا، رئيس الوزراء، 5 أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي، 15 ممثلا عن الأحزاب السياسية، و10 ممثلين من الجمعيات المجتمع المدني والنقابات، 3 ممثلين عن قوات الدفاع والأمن، 15 ممثلة من المنظمات النسائية، 5 ممثلي الشباب، 3 ممثلي الطوائف الدينية، 3 ممثلين عن السلطات التقليدية، ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، 3 ممثلين عن الجاليات التشادية بالخارج، 5 ممثلين عن الشخصيات المرجعية. المادة الخامسة، يتم اختيار أعضاء اللجنة التنظيمية ضمن فئاتهم بناء على معياري التمثيل والكفاءة. تعتمد قائمة أسماء أعضاء اللجنة التنظيمية بقرار من رئيس الوزراء رئيس الحكومة بعد أخذ رأي رئيس المجلس العسكري الانتقالي. الفصل الثالث، اللجنة الفنية. تساعد اللجنة التنظيمية في أداء مهامها لجنة فنية. اللجنة الفنية هي الجهاز العملي المكلف بصياغة الوثائق التحضيرية التوافقية للحوار الوطني الشامل، وعليه فهي تختص بالمهام الآتية: الإجراء دراسة تشخيصية للمبادرات السابقة مصحوبة بدراسة استشرافية للمبادرات، والممارسة السلمية فيما يتعلق بتوجيه الانتقال السلمي السياسي والحوار وإقامة عقد اجتماعي مستدام، التشاور مع كافة القوى الحية للأمة من داخل وخارج البلاد وجمع اقتراحاتها وتطلعاتها، تحضير الوثائق التوثيقية واقتراح السيناريوهات المختلفة من أجل تقديمها للجنة الوطنية لاعتمادها، تحضير التنظيم العملي للحوار الوطني الشامل وصياغته، تحديد مواصفات المشاركين وإعداد لائحة اسمية توافقية للمشاركين واقتراح أجندة الحوار الوطني الشامل والوثائق المتعلقة به، تحديد كيفية وشروط المشاركة في الحوار الوطني الشامل، إعداد تقارير منتظمة عن حالة سير الأعمال. المادة الثامنة، تساعد اللجنة الفنية لجان فرعية بقرار من رئيس اللجنة التنظيمية. المادة التاسعة، يتم تعيين أعضاء اللجنة التنظيمية وتوزيعهم ضمن اللجنة الفنية واللجان الفرعية بحسب مجالات تخصصهم وخبراتهم، وذلك بقرار من رئيس اللجنة التنظيمية. بإمكان اللجنتين التنظيمية والفنية الاستعانة بأي شخص يكون أهلا لمساعدتها في إعداد مهامها. الفصل الرابع، أحكام ختامية. المادة العاشرة، يرفع رئيس اللجنة التنظيمية تقارير بشكل منتظم لرئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية، ويقوم رئيس الحكومة بإبلاغ رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن سير العملية التحضيرية.
المادة العاشرة، تمتلك اللجنة التنظيمية 90 يوما لتقديم تقريرها إلى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية ليتسنى لهذا الأخير عقد الحوار الوطني الشامل بعد أخذ رأي رئيس المجلس العسكري الانتقالي. المادة 12 تختص تكاليف، تخصم تكاليف سير عمل اللجان المختلفة للحوار الوطني الشامل من ميزانية العامة المرصودة، عفوا الميزانية الخاصة المرصودة لهذا الغرض، وتمول من ميزانية الدولة ومساهمات الشركاء الماليين والفنيين. المادة، ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 2 يوليو، توقيع الفريق محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية.